أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني أرقام في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا على رقم الواتساب أو على برنامج الواتساب على الرقم المخصص للبرنامج، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. تقدرون تتواصلون ويانا بأي لحظة على هذا البرنامج في أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأ بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو الملف المشاريع الحكومية الفاشلة بكل معنى الكلمة. يعني وين ما لقينا مشروع حكومي ورا فترة نلقى المشروع فارغ ما إلى أي قيمة، لأسباب منها عدم وجود بنية تحتية، منها عدم إمكانية الاستمرار، منها الأخطار والمشاكل. هذا اللي صار بميناء أم قصر، والسبب هو وجود كافة الأسباب اللي ذكرناها وغيرها. احتجوا عددا من المخلصين الجمركيين وأصحاب الشركات بميناء أم قصر بمحافظة البصرة بسبب فرض الحكومة نظام الأتمتة بسبب الإشكاليات اللي تحيط به، وقالوا أن النظام الجديد يحتوي على إشكاليات تمنعهم من التعامل وياه، واعتبروا النظام مؤامن باعتبار أن الشركات جتي من خارج العراق وهذا السبب أيضا. وأشاروا إلى أنهم خلال محاولاتهم إدخال البيانات تم قراءتها على أنه هي غير آمنة، وأضافوا أن النظام الأتمتة ما يمكن العمل به لغياب البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى ضعف الإنترنت بالعراق وغيابه لفترات طويلة. هذا الشيء اللي راح يأخر المعاملات واللي أدي إلى تكدس البضائع وارتفاع أسعارها وثمنها نسبة للصعوبات اللي واجهونها بالميناء وخارج الميناء. تعالوا نشوف سوية احتجاجاتهم. تريد تطبخ يعني شيء انا ما ادري شلون، انت اليوم ما عندك مو ولا مؤهله ان انت اليوم تطبقين هذا نظام الأتمتة، تقول روحوا ودرسوا وتعالوا يعني تكونوا متعلمين حتى نطبق لكم نظام الأتمتة. نظام الأتمتة اليوم اصحاب الشركات المخلصين كلهم يقول لك هذا النظام ما راح يفيد البلد، بالنسبه لهم يقول لك احنا بعد بضايعنا راح نوقفها ما راح نطلع بضاعه، واللي اليوم جايتها بضاعه راح يحول تصديرها الى ميناء اخر، يعني راح يحولونها للشمال. يا اهل الجناب كل موادكم الغذائيه بعد راح تستلمونها من كردستان، انا اقول لكم اياها من هسه، مو تأجيج للامر، لكن اليوم احنا الناشد رئيس الوزراء والناشد المرجعيه العليا والناشد شكو انسان شريف عم يخوت مواطن، انا اليوم مواطن يعني جونية التمة راح يصير عليها بالتثمية إذا صار هذا النظام، وراح توقف الشركات كلها أصحاب الشركات إخواننا. النظام أنتم شو تشوفون به؟ فاشل. شنو سبب الفشل؟ أعطوني سبب الفشل حتى يسمعون اليوم كدولة ك... أي غلط بالبرنامج أصير عليك دعوة قوية. نعم أي غلط بالبرنامج، أي غلط برنامج فاشل. نعم تأخير. نت ماكو، نت ماكو، نت ماكو، بنية تحتية صفر، بنية تحتية باوعوا كربانات، باوعوا 2024 كربانات كربانات مسوين كربانات، يستلمون مليارات ومسوين كربانات ومنطين هالشركة لبنانية. الشركة اللبنانية هاي هي اليوم اللي مسويها نظام الأتمتة، نت ما عندها، اكو تأخير، اكو عندهم حجز الأموال اللي هي مثلا الضريبة او الجمرك، اذا غلط بالنظام يوقف هذا المبلغ كله ينحجز عندهم. نظام الأتمتة أو نظام الحوسبة أو نظام هو تحويل النظام من روتيني ورقي إلى نظام إلكتروني عبر أجهزة حاسوب. طبعا نظام الأتمتة هو نظام جيد لأنه في كل دول العالم الآن وصلت إلى أنظمة رصينة لدرجة أن المواطن ما يتعب نفسه، طب كمل معاملته وطلع وكافة الإجراءات تتم عن طريق الحاسوب. لكن هاي الحياة هاي الشغلة تحتاج إلى شبكة إنترنت رصينة، مو شبكات الإنترنت اللي موجودة بالعراق اللي المواطن يدفع ما يدفع والشبكة توصلها لو ما توصلها لو تنقطع لو ما أدري شنو. أنت دوائر رسمية بالبلد، هسه أي مواطن بالخارج يروح للسفارة، يروح إلى قنصلية حتى يجدد جواز،
يعاني ما يعاني، النظام وقف، السيستم عطل، ما ادري شنو صار بيه، انتظر روح ارجع تعال بسبب الانترنت مال العراق. فانت لما تسوي شغله لازم انت تفكر بابعادها او بمعطياتها الاوليه. فاول شيء لنظام الاتمته هو شبكه انترنت، ثانيا هي شبكه حاسوب رصينه يعني تمنع الاختراق، هاي رقم اثنين. رقم ثلاثه، انت هنا دا تتعامل ويا بضائع، ماذا تتعامل بس ويا سيارات وملابس نسبة التلف بها قليلة، لكن دا تتعامل ويا أكل، دا تتعامل ويا خضروات، دا تتعامل ويا معلبات، دا تتعامل ويا منتجات، ذن الأشياء تتلف بسرعة. عدد من المخلصين الجمركيين بالبصرة اليوم أضربوا عن العمل بسبب إجبارهم على تخليص البضائع عبر نظام الأتمتة. المصادر أكدت أنه إضراب مخلصي الجمارك إجا وراء إلقائهم أو المعاقبين مال الجمارك وراء لقائهم ويا وزيرة المالية طيف سامي، اللي طلع مقطع مصور وراها تكدس بضائع المستوردين بداخل ميناء أم قصر بسبب تطبيق قرار أتمتت الجمارك. تعالوا نشوف. انت لما نسوي هيك نظام انا وياك اوكي تمام حلو صحيح، لكن لازم تفكر بالبنيه التحتيه قبل ما تسوي هذا النظام. جت مقاطع مصوره ورا هذا الشيء، ورا ما فرضوا نظام الاتمته اللي هو يستخدم شبكه الانترنت بشكل كبير، يعني كبير، مقاطع تصور انقطاع خدمه الانترنت عن ميناء ام قصر. قل لي بهالحاله هاي شلون يسوون نظام الاتمته؟ يشتغل اوف لاين، يشتغل اوف لاين ويدخل الداتابيس ويعطي كل واحد رقم ومسج ويروح للبيت، ولما ينام يقعد يلقى مسج لقد تم إدخال البيانات التي أدخلتموها في الساعة الفلانية في ميناء أم قصر بسبب انقطاع الانترنت أو شبكة الانترنت عن الميناء مثلا. لا طبعا دول راح ينتظرون سنوات طويلة. ليش ينتظرون الانترنت يجي؟ هذا اللي سبب حالة من الغضب الوكالة الإخراج الجمركي وشركات الشحن والتجارة، لأنه انتظروا بطوابير وسراوات طويلة وتعطلوا إجراءات توقف بسبب إجراءات الإخراج الجمركي بسبب توقف الإنترنت وتكدست بضائعهم اللي يجعلها عرضة للتلف. تعالوا نشوف سوية. كلا طفت بس صار شوي ازدحام، طفت الموظفين. اها دادا صور والله صور. عراك كلا واقفة، عراك كلا واقفة، كلا واقفة. شنو ليش باكر؟ لا يتحمل غراماتنا، لا يتحمل ارزقنا قاطعيني، لا تقولون ما نقدر، لا تقولون عندنا اشكالات بالقضية. والله ما لي اسف يعني حسين ابو عبد الله البصري تسب فيها والله جريمة، بالقران جريمة. سلموني وزراجع وفواحد عمي مسلمي صار يومين مسلم صار لي يومين ما تقدر شو تسوي شلون من انت وزير ايش قلت ما اقدر مو طبيعي يومين على مود يوزر ويوم طلب يوم المدير ويوم يوم الحاسب واربع ايام اكثر بيها الدائره. طلعوا المستوردين كلهم، كل المستوردين طلعوهم. خلينا حمايه، شركه مثل حمايه. شاطر نفرين. شاطر نفرين. لا طلعكم. عمي طلعنا هم هذول الشركه طلعنا ما يدخلون العالم. شاطر نفرين. شاطر نفرين. كم يوم صاركم على الوزارات؟ مبروك على نظام الأتمتة الحكومي الجديد في ميناء أم قصر. هو حالة حال أي نظام
حكومي محوسب. سمير السامر يقول ماكو قانون يخدم الشعب ونحن مقبلون على شهر رمضان والمواد الغذائية على مود ترتفع الأسعار، أي قرار يكون بصالح الحرامية بشكل أو بآخر. زيد، حكومة أزمات بدون أي حلول. سيد يوسف، طبعا القطع متعمد من قبل بعض المستفيدين من الأحزاب. وخالد رمضان يقول المفروض عمل توعية وتدريب على استخدام النظام ومحاكاة تجريبية لمدة 6 أشهر قبل التنفيذ. نعم، المفروض عمل توعية وتدريب ودورات وما أعرف شنو وعمل تجريبي على البرنامج وهواية من الأمور، لكن هاي كلها يعتمد إذا كانت شبكة الإنترنت قوية، وجود بنية تحتية بداخل المكان، بناية للإخراج الجمركي أو للجمارك، مكاتب محترمة للموظفين، مو حاط لهم ميز مال اجتماعات وكم لابتوب وقاعدين ناقصتهم صينية أم العراوي ودول كمال لبن ويضربون غدا ويشتغلون. وين قاعدين؟ أم سلطان من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم سلطان من الموصل. إلى متى تبقى الحكومة العراقية نايمة على الأبرياء وقاعدة تموت بس يجون العراقية؟ إلى متى ندفع هذا الثمن؟ نعم. يعني لا متى؟ واحد مات وهسه واحد مريض وآلاف مؤلفة مثل ابني مريضة بالسجون العراقية. إلى متى تبقى الحكومة نايمة على الأبرياء والفاسدين تفتر بكيفها؟ أفتهم من كلامك أم يعني سلطان أنه يعني أنت فقدت أحد أبنائك أفتهم من كلامك أم سلطان أنه فقدت أحد أبنائك بأحد السجون والآن عندك الآخر مريض؟ نعم، في سجن المطار الكرخ. ليش؟ طيب. يعني خماشين يريدون يضيعون أبنائنا وأبنائهم. إيش قد قعد ابنك الأول الله يرحمه بالسجن وإيش قد قعد الثاني وشنو تهمهم وليش؟ هي هاي التهمة مع الأربع أرهابة جابنا إياها المالكي وغير المالكي، أحزاب الفاشلة حطتها بالموصل، الطببة داعش على الموصل، من الطببة غير الأحزاب الفاشلة؟ نعم. المالكي وربعه وهسه حاضنينهم وقاعدين. نعم. ايش قصة صار لابنك اللي موجود حاليا بالسجون؟ حتى من هاي التهم. نعم. الى متى احنا نفقد ابنائنا وابرياء؟ الى متى مع هاي الحكومة الفاشلة ما تسوى لها حتى كرسي تقعد عليه؟ نعم. الى متى؟ يعني شلون جبنا كل ما يجينا رئيس نقوله واحد خير من الاخر؟ مع احترامي لك ولاذاعتك، واحد اضرط من الاخر هاي الحكومة. نعم. نعم. يعني ابني هسه واحد ضيعته مواليد 94 والثاني مواليد 96، يعني ابرياء بعمر الورش شنو ذنبهم؟ يلا يقبلون هم ولدهم ينامون بالسجون؟ يقبلون الفاسدين ينامونهم بالسجون؟ قاعد يطلعون تجار مخدرات وقيادين. ايش قصر له بالسجن ابنك اللي حاليا موجود بالسجن؟ من تحرير الموصل من 2017 بشهر الثالث، من اول ما تحررنا من داعش وجينا على القوات الأمنية الله يحشم بيها على مود انها حررتنا. صار له يعني تقريبا 9 سنوات صحيح؟ اي 9 سنوات وهو مواليد 96، الشاف من عمره. بس قول لي الشاف من عمره. بس لحظة اذا امكن ام سلطان، لما اخذوه كان عمره 17 سنة رحم الله والديك. زين، شنو تهمته؟ قلت لي 4 ارهاب، انحكم لو لا؟ نعم، انحكم 20 سنة. هذا حكومتنا حكمتها 20 سنة. على اي اساس يحكمون قاصر بحكم يعني مؤبد؟ هذا هو، هاي حكومتهم ابو 15 وابو 20 وابو اعدام. هاي الحكومة تحكم بكيفه. تمام تمام. يعني شكرا 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 لك ام سلطان. انا هنا على قضية ام سلطان، هي فقدت ابنها الله يرحمه في احد السجون والآن عندها واحد بسجن المطار. أنا هنا أدين القضاء العراقي، يعني لما تأخذون واحد عمره 17 سنة بعد لسنة دا يبلغ السن القانونية، فما من الممكن أن تحكم قاصر قانونيا 20 سنة، وما من الممكن أن تذبه بسجن. يعني فأتمنى أصحاب الرأي القانوني واللي يعرفون بالقانون أن يعلقون على قضية أم سلطان ووجود ابنها إلى حد هذه اللحظة بالسجون. تتضارب المعلومات والتبريرات حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالعراق، لكن
اللي يربون المواشي واللي يشتغل ببيع اللحوم يتفقون على انه الحكومه متحمله مسؤوليه ارتفاع الاسعار. مربي المواشي يرجعون الامر الى الجفاف وما خلفه من انحسار مراعي طبيعيه الى قطعانهم واللي توفر اعلاف مجانيه للمربين واللي ادى الى ارتفاع اسعار الاعلاف وبسبب قلتها. هذا الارتفاع ادى الى ارتفاع اسعار الحلال عموما بالعراق اللي هو رؤوس الغنم والماشيه. القصاصيب او من يعملون في القصابه لفتوا النظر ان اللي يشتري المواشي بسعر مرتفع راح يبيعها بسعر مرتفع، هذا اللي يريد الاستفاده والعيش، لكن حصول هذا الارتفاع باسعار اللحوم هو سبب الحكومه مثل ما قال احد القصاصيب من محافظه بابل. اللحوم اللي تعتبر عنصر غذائي رئيسي خصوصا بشهر رمضان اليوم اصبحت نقمه على المواطن العراقي، وصارت عامل يستنزف جيوب المواطن المثقل بهموم الحياه ومتطلباتها ليغض عليهم استعداداتهم او ينغص عليهم استعداداتهم للشهر الفضيل بسياق متصل. حملوا بائعي اللحوم مواطنين، حملوا الحكومه مسؤوليه ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، وتركوا الاسعار لتحكم التجار والجشعين منهم بدون اي فرض قيود مشدده على التسعيرات. تعالوا نسمع. اريد الناشد المحافظ اي جهه امنيه، احنا شنو ذنبنا؟ انا مو تاجر، التاجر هو المسؤول على الاسعار، خلي ينزلون اسعار، خلي يطبون على بيع مواشي المحافظات كلها وشوفون الاسعار، الارقام اللي بيها الارقام خياليه، هذا هناك الاسعار الموجوده مو يمنا. انا شو العلاقه ابيع لك كيلو لحم احصل اللي بيها 1000 دينار يجي ياخذني ويغرمني 500,000 او اكثر، شنو ذنبنا احنا؟ زين، يعني هسه انت استاذ عزيز، يعني اليوم انت تقول انا مثلا اللحم بيش خلي حصله ب 12,000 دينار، 12,000 بيعها ب 13,000 دينار، اذا باكر صار ب 14 بيعها ب 15. هذا اي احنا ما عندنا فد شيء ثابت بدنا السعر عليه، يعني اكو متغير، احنا نريد فد شيء ثابت. يعني حسب ما فهمنا من احد باعي اللحوم في محافظه بابل يقول لك احنا اليوم لو اكو تسعيره ثابته من قبل الحكومه حتى تجي تحاسبني، يعني فرضا لو مثلا لحم الغنم يكون متداول بالسوق مثلا سعره 14 كيلو لنفترض ثابت عليهم 14، يقول لك اذا صار ب 15 حاسبني، بس انا اليوم صعود ونزول بالاسعار، فانا شلون يعني امشي؟ اما اذا صعد السوق لازم اعزل انا. صحيح. لذلك احنا اليوم راح ناخذ جوله ايضا لمحلات اخرى للحديث عن هذا الموضوع، ونتمنى من الطرفين من الاجهزه الامنيه متابعه الغلاوه، احنا نشد على ايديهم كاجهزه امنيه كاجهزه رقابيه، لان احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، وانتم تعرفون انه شهر رمضان اليوم المواطن بهذه الظروف اللي قاعد يمر بها البلد، انه كل ما تكون هو رحمه، هو شهر كريم شهر رحمه، كل ما تكون الاسعار زينه بالنسبه للمواطن. وكذلك احنا اليوم ايضا نطلب احنا نكيف، انا اقطع حكايتك بخير اكيف هذا الكيلو اللحم يصير 10,000، يعني كنت انا اذبح 10 طليان هسه ما اذبح لي طلي واحد. صحيح. من وراء غلاء الاسعار. صحيح. ما نقبلها، هو هذا سعر الغنم احنا غالي، يعني انا هم مواطن، احنا هم مواطن، هم حالي حال نفس المواطن. صحيح. من اسمع بسعر ب 20 او اكثر من 20 هذا شيء خيالي ما مقبول، لا احنا نقبله ولا المواطن يقبله. هاي بابل احد الناشطين من محافظه المثنى يشكو استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائيه خصوصا الاساسيه منها بالتزامن ويا اقتراب الشهر رمضان المبارك واقبال المواطنين نحو الاسواق للتجهيز للمائدة الرمضانية لوازمها، وبين أن الارتفاع الكبير أثقل كاهل المواطن بسبب غياب الدعم، بسبب عدم وجود الحلول الحكومية، بسبب ترك الأسواق لبعض التجار الجشعين اللي زايدون بالأسعار بظل غياب الرقابة الحكومية. تعالوا نسمع. عم يشوفوا الكوارث، رمضان كريم عليكم، شوفوا الفضايح، دجاجة ب 12,000، دين صعد، العدس صعد، فاصوليا صعدت، كل شيء صعدت اليوم بالسوق، شوفوا أبد، يعني أمر معيب ومخجل، كل شيء صاعد، كل شيء صاعد، بس الإنارة والجلوبات ما صاعدة نفس أسعارها، أنا أقول لك هاي مواد يومية، عم كل شيء صاعد، طماطة صعدت، البوتيتا صعدت، اللحم، الدجاج، فمناشدة سيد المحافظ، قواك الله سيادة المحافظ، خذ لك جولة قواك الله، درج المرحلة الآن، أعضاء مجلس المحافظة، أنتم اليوم مجلس ساد النواب، نزل السوق، انزل شوف وجه، وضع تعبان، الاسعار غاليه، الفقير الشاكل
شاكل شاكل حتى البصل صاعد. عمي كل شيء صاعد. والله العظيم كل شيء صاعد. اخوتي اخوتي فزعوا للناس. حافظه سيد المحافظ، سادة النواب، سيد قائد الشرطة المحترم، الأجهزة الأمنية، الاقتصادية، توجهاتكم للسوق. محافظة فقيرة منكوبة لا حول ولا قوة. بس حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، شو أقول؟ هذا اللي دا يصير اليوم بالعراق، بس أحلى تصريح سمعته واللي ما أقدر أتجاوز لحد هاي اللحظة هو تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية محمد الخزرجي لما انطلع بلقاء تلفزيوني وسألوه شنو أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالعراق وقال لهم كثرة المناسبات عند العراقيين، ما أعرف يا مناسبات، الشاب قادر يتزوج؟ لا، ما عنده فلوس وما عنده شغل، منين يتزوج؟ قادر يشتري بيت ويذبح له خروف؟ لا طبعاً. من يشتري له بيته ولا شغل ولا عمل وعاطل عن عمل ورعاية ومحصل؟ زين إذا هو لا متزوج ولا عنده بيت ولا عنده شيء، ما مناسبة عنده؟ مخلف ومسوي عقيقة مال ابنه أو ذابح العقيقة مال ابنه لو عقيقة مال بنته خروفيها بخروف؟ لا طبعا، هو ما متزوج أصلا، ما بقت غير عندنا مناسبة واحدة هي الفواتح واللي هي ذكرها محمد الخزرجي وقال يعني تخيلي أو تخيلوا أنه أكو فاتحة بالجنوب وبحدى المحافظات الصغيرة ذبحوا باليوم الواحد 5000 خروف، 3 أيام الفاتحة 15000 خروف. هذا حكي محمد الخزرجي، أنا ما لي علاقة. عمي أنا مصدقك وباصم لك بالعشرة، 5000 خروف باليوم، 15000 خروف وفاتحة. أنتوا استوردتوا 5000 خروف حتى تسدون النقص بسبب ال 15000 مال واحد المات بشهر رمضان. زين بشهر رمضان إذا اثنين ماتوا مثل هذا أخونا بالله ذبحوا له 15000، المعازيب ما يأكلون، بلا زحمة 5000 خروف، كم قصاب جبتوا له حتى تذبحون؟ ومين دبرتوهم؟ كم واحد حد السكاكين؟ شو وقت نظفتوهن؟ بلا زحمة سؤال، إذا 5000 خروف كل خروف أو كل لشة نصين على صينيتين يعني 10000 صينية، 10000 صينية إذا كل صينيتين 5 كيلوات تمن 25000 كيلو تمن، 25 طن. وين جبتوهن؟ بلوريات؟ بيش طبختوهن؟ بالبادي مالوري؟ بيش صبيتوهن؟ بالكرك؟ هاي تبريراتهم. أنظمة أتمتة بدون إنترنت، أسعار لحوم حمراء ترتفع بدون حلول حكومية. بس أنا راح أجيكم بالصافي واللي هي معلومة ما متأكد من عدها بس وصلتني، أحد المتنفذين اللي استورد عدد من الرؤوس الماشية اللي موجودة اليوم بالعراق وده تمشي من سوريا، وهذا الأمر اللي خلى الاستيراد يوقف حتى الخرفان مات تمشي ورا ما يخلصن، عد الله كريم يحلها الحلال. علي يقول هذا الشيء مو جديد علينا، هي الحكومة تصعد الأسعار على المواطنين، شلون من تزيد الجمرك على البضاعة أو تمنع المستورد دخوله إلى البلد، والثاني شيء ما يوجد رقابة على التجار وتسعير بيع، هذا كله شغل الحكومة، هي واجب عليها تراقب التجار والسوق. علي عبد الرضا مجلس المحافظة شنو دورهم؟ ما يحسون بالمواطن الفقير؟ محمد نعيم المشتكى لله ماكو رقابة، الحكومة أهم شيء تتفرج. زين وسيف الخزعلي الجهات المختصة الرقابية والمسؤولة وين الحكومة؟ وين هاي؟ احنا كل رمضان هيك نعاني من الأسعار، والله كارثة. وهم ما شاء الله يدعون ان هم أحزاب إسلامية، ان كان الإطار التنسيقي، ان كان الدعوة، ان كان المجلس الأعلى، ان كان ما أدري منو، ان كان ما أدري منو، كل واحدهم داق لي هالعمامة فوق رأسه. وقال الله وقال الرسول، اشتغلوا بتعاليم الله وتعاليم الرسول. صح، حالنا أبد ما يصير هيجي. عبد الرزاق من باب الحياك الله. عبد الرزاق وقفت، خليني أثبت نفسي. تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون سادفك؟ والنعم أحمد الله على كل شيء. أنت شلونك؟ الله يحفظك. قلت لك خليني أثبت وضعي. نعم. نبدأ بالموضوع. نعم. لأنه لأنه الظهر وضعنا تحول إلى الأتمتة. نعم. أستاذ أفهل، بالنسبة للصعود الأسعار هذه مو جديدة، لكنه شوف أكو فقرة بالدستور العراقي تقول دين الدولة الإسلام، مو صحيح؟ نعم. تجار ما شاء الله كلهم مسلمين، حكومتنا ودولتنا وسياسينا نعم
أمة المسلمين، وعلى قولتك قال الله وقال الرسول. نعم. لكنه شوف يستغلون المواطن الضعيف الفقير مناسبات دينية. يعني إحنا مقبلين على شهر رمضان اللي هو شهر الطاعة والغفران، والله إن شاء الله يعود على العراقيل بالسلامة والأمن والاستقرار، لكنه يستغلون هاي المناسبات وتصير مكان ما تصير نعمة على المواطن تصير نقمة على المواطن. نعم. إحنا كمواطنين المفروض تكون عندنا ثقافة التكافل والتعاون، يعني نخلي كل واحد متمكن، وهذه مو لازم يعني يشتري لحم، وهذه يخلي الفقير قدامه. إذا هو الله منعم عليه ومطيه، خلي مباشرة خلي الفقير قدام الفقير يقدر يشتري اللحم. فمن آني وأنت والآخر ما يشتري هذا اللحم، هم راح الأسعار تنخفض. فإحنا أتمنى تكون عندنا ثقافة التعاون والتكافل، فحتى على موت الله يرضى عنا والله يرفع عنا هالبلاء هذا، لأنه صراحة ما جاي نباع للفقير. يعني الفقير اليوم ما مسحوق استاذ أفل. الشيء الثاني الصعود الأسعار نعزوها، يعني من ضمن الأسباب هو الوضع المناخي. يعني احنا نشوف قلة الأمطار والجيران السوء اللي قطعوا عنا الماء، هذا أهم عامل آخر ومؤثر على صعود الأسعار لقلة الماشية. هاي من الأسباب. الشيء الآخر اللي ذكرته أستاذ أثر قبل لا تتنعم علي، لأنه أعرف أنت من تتنعم يعني ما معناته. لا أنا دا أكد كلامك. نعم أخوي تفضل. ذكرت فت حالة، وهي هاي اعتبرها مو حالة، هاي ظاهرة سلبية. وهي الظاهرة السلبية بالمجتمع العراقي بالفواتح. نعم. يا أخي أنت اللي هذا المواطن اللي تقول عليه ذابح 5000، وهذه المرحوم الله يرحمه اعتقد كان يعني يحتاج ل 500,000 او 300,000. ما حد من اقاربه او اللي ذبحوا 5000 خروف او طلي ما كان يقدر ينطي 300,000 او 500,000. فهالرياء هذا اتمنى ان لا يستمر. بس اخ عبد الرزاق يعني فلنفرض يعني انه اكو شخص متمكن ذبح له 5000 باليوم، يعني هل هال 5000 خروف تسبب أزمة ببلد تؤدي إلى ارتفاع أسعار؟ يطلع لنا الناطق الرسمي باسم الوزارة يقول ارتفاع الأسعار بسبب كثرة المناسبات عند العراقيين، وفات حدا بحين 15,000 خروف. يا هذا السؤال المهم. هذا بس هذا الله يستر، لأنه شلون يغطي على الفشل مالته بهال العذر هذا القبيح. لا هو احنا صحيح عندنا شويه فعاليات يعني ما مرغوبه، يعني اجتماعيا ما مرغوبه، يعني مثل هذه البذيخ والرياء، وهذه هاي المفروض تصير حد يعني احترام المناسبه، يعني مو يا هل البذيخ وال يعني نعم. اولا يكون اكو المفروض لا يكون تبذير بهالنعمه هذه حتى تستمر على العراق. احنا مرت بينا ظروف استاذ أفل، يعني ايام الحصار وهذه، فخلي اللي جاي يشفر النعمه يعني ما يصونها، خليه يتذكر الايام اللي مرينا بها، وخليه بالدرجه الاساس خليه يتذكر الفقير، خليه مكان ما جاي يبذخ وجاي يطشر النعمه خليه يوزعها على الفقراء بالمنطقه مالته، وهذه حتى على موت نساعد بعضنا البعض. تحياتي لك. شكرا لك اخ عبد الرزاق. الأستاذ عبد الرزاق ذكر نقطة مهمة، وهي أنه يجب على الشعب العراقي، هنا أنا أخاطب وأدعو وأطلب وأرجو وأناشد الشعب العراقي، هو ترك العادات الدخيلة اللي انوجدت بهذا البلد، رغم أصالته، رغم تاريخه المتأصل، رغم عمق الفكر اللي موجود به، بعض العادات الدخيلة اللي دخلت للبلد من بعد الاحتلال الأمريكي، من ضمنها حفلات التخرج وحفلات الطلاق وحفلات ما أدري شنو، وهاي الأمور اللي من الممكن أن تؤدي إلى كثير من الأمور. عندنا وقفة احتجاجية لعمال بلدية محافظة النجف. عمال بلدية محافظة النجف يا أخواني الأعزاء
طلعوا بوقفة لأن يطالبون بتوفير قطع أراضي لهم، واتهموا عصابات الأراضي من بعض المسؤولين والفاسدين اللي سرقوا الأراضي اللي من المقرر أن توزع إلى عمال بلدية المحافظة. أكثر من 2400 موظف أو عائلة طالبوا بإنصافهم ويجب استرداد حقهم المسلوب. تعالوا نشوف. احنا اليوم ولليوم الثاني طلعنا نطالب بقطعة أرض حقنا مسلوب 5 سنوات. أهل النجم سمحوا 5 سنوات يضحكون علينا. هاي إدارتنا وداهرتنا، أنت استثمار كل الشركات، أنت قطع أراضي كل الدوار، بس احنا بلا النجم، احنا غير عمال النظافة، احنا نشتغل مو عدا ادوار، احنا جاي نتعب. الله يشهد احنا مو حرامية، الله يشهد. ينادون علينا يقولون يردون يبلشون الدارة، يردون يبوقون، انتو حرامية. هو الحرامي اسمع هل يبقى طالعين عمي، وحق هو القرآن، وحق هو القرآن. هاي الواجب قاتل الجوع، أهل النجف اسمحونا، وحق علي بن أبي طالب، الناس قتل الجوع، نصرت القواطي كافي. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع وقالت. أول تعليق مثلا حيدر عبد الرزاق يقول هذول أبطال البلدية أكثر من يستحق قطع أراضي. وأحمد الحسناوي ما خلوا شيء ما باعوه، حتى الرصيف انباع، لا يا حرامية. وصادق هاشم أحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ظلم الشعب العراقي المظلوم. وأجواد صادق الخاقاني العتبة العباسية أخذت قطعة لأرض موظفي بلدية النجف مع الأسف بتعاون مع مديرية بلدية النجف، والله يعلم ايش قد دفعت العتبة العباسية حتى تأخذها. إذا كان هذا الكلام صحيح والعتبة العباسية مستولية على قاع، ما شاء الله العتبات اليوم اللي موجودة بالعراق بيستولون بكيفهم، وعدهم موارد اقتصادية وعدهم مكاتب اقتصادية. أنا أردحت شوياك التاب والعتبة العباسية إذا كان هذا الكلام صحيح. فإذا كان هذا الكلام صحيح فتحمل من عندي الكلام اللي راح تسمعه بالنسبة للعمامة اللي شادها فوق راسك، اللي تقول هاي عمامة رسول الله، واللي تنصح الناس ببركة هاي العمامة، وتقعد وتقول قال الله وقال الرسول. هل في تعاليم الدين الإسلامي وما أنزل رب العالمين من كلام مقدس أو أحاديث مقدسة أو من تعاليم في القرآن الكريم أو ما قيل على لسان الرسول أو السنة النبوية شيء يثبت هذا الشيء أو يسمح لكم بهذا الشيء؟ وراح أسألك سؤال، بما أنك لابس عمامة وتعرف هذا مو سرقة والسرقة مو حرام، فأتمنى تجاوبني شلون لابس هاي العمامة وشلون تبوق إذا كان هذا الكلام صحيح. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا شفنا كل العجب، كل العجب شفناه. نعم. قبل كانت عندكم مراقبة من الدولة على اللحوم اللي بالعراق. نعم. كانت الناس من الحيوانات الأغنام والأبقار ما تنذبح. نعم. يذبحها يتحاسب عليها، كانوا يذبحون أكثر شيء الذكور. نعم. هسا ماكو مراقبة. 5,000-10,000 يذبحون للفواتح مالتهم. نعم. هذا صحيح اللي سبب القلة. هو الشعب العراقي شو مستفاد اذا ظلت بس على اللحم؟ احنا زيوت ما عندنا، دويه ما عندنا. ظلنا بس على اللحم، اللحم ما نريد احنا. قال عسى ما يصير المليار. نعم. ناكل طماطم مكانه، السودان ناكل طماطم مكانه. من زمان ناكل طماطم بالعراق احنا. نعم. ما محتاجين من اللحومات. بس احنا بيوت ما عندنا، ولا الصحه عندنا، وبس الضرائب عندنا. النفط مالتنا عاش به كل الدول. أبو الأردن، أبو تركيا، أبو إيران، إسرائيل، أمريكا، كلها عايشة بي. إحنا شنو حصتنا؟ ما أريد نقعد حق وياكم، أريد نقعد حق وياكم.
لا تعرفون الحق. نعم. شو تشتغل ابار النفط بس لكم ناس غسل اموال والبغداد والشمال ولد كل الدول. احنا البتجيب نعم. شو محصلين الشعب العراقي شو محصل؟ نعم والله العزيز العجب شفناه من المعمم ومن السياسي ومن المثقف. ردنا الشريف ماكو واحد يكحل العين يعني يقول هذا حق وهذا باطل. نعم. يطلع نعم. فقر بالفقر وصعد له بحش الجسارات وحش البيوت برا. من يحاسبه؟ دوائر ما حد يحاسبه عندنا بالجنوب. نعم. ممالك صارت كل واحد كل عشيره وكل حزب مستولى على مؤسسه بالجنوب. نعم. يعني ما ماكو دوله بالعالم. نعم. ماكو نعم. مراقبه ماكو. نعم نعم. شكرا 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 لك ابو علاوي. أحد المواطنين من قضاء عفك بمحافظة القادسية يطالب الجهات الحكومية بضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجسر الثريمة خوفا من انهياره وحدوث كوارث بالقضاء. تعالوا نشوف. من جسر الثريمة في محافظة الديوانية قضاء عفك. هذا تاليته يصير مثل جسر التعلية. هو تاليته يصير مثل جسر التعلية لأن صار لنا بالعشرة أيام الناشد على هاي الحفرة اللي صارت. على هاي الحفرة اللي صارت بالجسر ماكو استجابة. عندنا أعضاء مجلس محافظة 18 عضو ومحافظ ويا 2 نواب ومسؤولين، ليش ماكو استجابة؟ مديرية الطرق والجسور، محافظة الديوانية، مدراء وحدات إدارية، نواب بالبرلمان، مسؤولين العراق متروس، مسؤولين آلاف المسؤولين. يعني هاي كلها غير متابعة شغلها ومتابعين وياهم ذولا، كل مسؤول ويا متابع وياه. وين المتابعة يا أخوان؟ وين المتابعة؟ هاي أرواح الناس. جسر التعلية هو ناس ماتت بيه فالحد الآن ما فتحوه. هذا الجسير، هذا جسر الثريمة هم يصير نفس جسر التعلية؟ ما يصير يا أخوان، ما يصير. دوم مناشدات، احنا بسنة 2024. متابعة نريد متابعة تصليح الهاي الكارثة. نقرأ صار هنا نقرأ، نريد تصليح الهاي وصيانة إلها قبل لا يتوسع ويصير نفس كارثة التعلية. هاي هسه أبو كوستر وقع بيها ما يدري، أكو ناس ما تدري. فنحذر إخواننا القادمين من كل المحافظات واللي يمرون منا بمدخل عفك، هذا جسر الثريمة، هاي حفرة هنا بجسر الثريمة مدخل قضاء عفك محافظة الديوانية. هذا تحذير. هاي هسه هاي شوف، اكو ناس ما تدري بيها، يعني ما حفرة، ما معقول الناشد على حفرة او طسة. طسة هاي الحاجز مال التمدد، هاي الفاصل مال الجسر، بس يتبدل الفاصل. بس أنا أكو شغلة جذبتني بالفيديو ما دا أقدر أتجاوزها. هاي الحفرة اللي العراق السيارات اللي بيه ستيرين يسرى، يعني السايق هنا وهاي التريلة السايق من ذيك الجهة وهذا نص الشارع. شنو أكو شوارع بالعراق ستيرين يمنا وإحنا ما ندري؟ لأن المفروض هذا السايد رايح وذاك جاي، لأن إذا هذا نص الشارع السايق من طرف نص الشارع فالمفروض هذا رايح ذاك جاي. مديرية الطرق والجسور تعرف انه عندنا شارع نظامه ستيرين يمنى بالعراق بلد يستخدم سيارات ستيرين يسرى لو لا؟ شغلة اللخ ابو الطرق والجسور ترى هاي مطسة ولا نقرأ، هاي كل اللي راد لها حاجز. يلا يا تكشف البلد. أحد المواطنين يشتكي رداءة أحد الطرق بحي أور بالعاصمة بغداد وتساءل بالوقت نفسه من المعقول أكو هيك طرق بالعراق بلد غني بالنفط والخيرات؟ تعالوا نشوف. أقول يعني بلد نفطي وبلد خيري وبلد زراعي وبلد أموي وبلد تاريخي وبلد مليان فلوس، وحق الله وحق الله مليان فلوس. شوف السيارات ذني يرحم برون، وانا قاعد يمشي هنا بالطسات وبالترابي في سبيل اكمل الشارع. هاي بخير حيقور، بخير حيقور. هاي هيك وضعنا ليش؟ اسمع، للاسف ابسط شيء ابسط شيء هاي الخدمات ما سويتوها لنا. حيقور، الحي اللي انبنى او اللي تسمى على اسم مدينه اور التاريخيه، هذا حاله.
البصرة اللي بمناشدات مختلفة بخصوص الطرق والجسور، واللي يطالبون الجهات المختصة عن تأهيل شوارع وصيانتها لتبليط شارع الشركات النفطية اللي موجودة بمنطقة البرجوسية اللي بيه تخسفات وحفر هواية. تعالوا نشوف. طبعا الناشد الأستاذ أسعد العيداني والأساتذة مجلس محافظة البصرة ينظرون نظرة إنسانية ويبلطون هذا الشارع شارع الشركات اللي هو منطقة البرجوسية. يعني هذا شارع تعبان جاي يخدم مو بس أهل محافظة البصرة، جاي يخدم الشركات وجاي يخدم نفط شركات نفط البصرة كلها جاي يخدمه. يعني هذا شارع هو شارع استراتيجي جاي يخدم كل الشركات، هذا هو مفلش وما حد لا مبلطة ولا حد شيء، وصار له هاي يعني مدة مو لا يوم ولا باكر، صار له شركات أجنبية هذا الحال اللي موجود بالبصرة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجودي أنا من فيسبوك، فهد الفهد يقول لا أحد يلتفت على الطرق التي لا حكومة ولا وزارة نقل. حسن أبو زيد، أفشل طرق بالعالم طرق العراق الخارجية والداخلية. أبو محمد التميمي، مو طرق عندنا بالعراق انتقام، بس يعرفون يبقون طرق وجسور وأشكال وألوان عناوين البراقة، بس على أرض الواقع لا شيء. حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة الإلكترونية. فاطمة الأمير، التبليط يتكسر بسهولة، هذا في بغداد، كيف باقي المحافظات؟ حتى التبليط القديم كان رصين، مبين تهاون بالمحاسبة وعدم المراقبة من قبل الأمانة. اشتكوا مواطنين من أهالي منطقتي البعيثة وعرب جبور جنوب العاصمة بغداد من عمليات طمر وتجاوزات على حوض ومحرمات نهر دجلة من قبل متنفذين ومسؤولين بالحكومة حتى يوسعون أراضيهم على شاطئ النهر ويبيعوها بأسعار مرتفعة جدا. مصادر محلية تقول الأحزاب والميليشيات المتنفذة ما اكتفت بالتجاوز على أراضي الزراعية، لا، هالمرة تجاوزت على نهر دجلة وطلعناها ببرنامج صوتكم. وقفت حكومة إطار التنسيق برئاسة محمد الشيع السوداني عاجزة عن ردع طموح أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين. قسم التواصل الاجتماعي سواء هذا الانفوغرافيك بهذا الشأن. يا أبا مناشد الرئيس الوزراء يدري ما يدري ما أعرف، يا أبا هذا الشط منه من جهة البعيثة سحقة ونص الجماعة، جماعة الحشي هاي كلها قسموها لهم. لم يكتف المتنفذون من أحزاب السلطة وميليشياتها بتجريف الأراضي الزراعية ومحو المساحات الخضراء في العاصمة بغداد، بل نالت من شريان العاصمة وأسطورة بلاد الرافدين التي ارتبط اسمها فيه بعد أن ضاقت ضفاف نهر دجلة نتيجة طمرها لبناء مشاريع سكنية بأموال الفساد تحت بند عمليات غسل الأموال. غياب تام لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني من عمليات طمر مجرى النهر المستمرة في الدورة وتحديدا منطقة البعيثة التي أضحت مطمعا للأحزاب وميليشيات الحشد الشعبي المتنفذة بسبب طبيعة أراضيها الخضراء الواسعة وموقعها المطل على نهر دجلة. مصادر محلية أكدت أن المتجاوزين تسببوا بتراكم الأنقاض على ضفاف النهر والتجاوز على حصة المواطنين نتيجة البناء على الأراضي الجديدة، ما تسبب في تلف المناطق الرخوة على ضفاف دجلة وتشويه منظرها بدلا من أن تكون مكانا لراحة واستجمام المواطن كمثيلاتها في كورنيش أبو نؤاس والأعظمية والكاظمية. توجيهات حكومية بمنع التجاوز ورفع الأنقاض لا تلقى أذنا مصغية، فالكلمة الفصل للميليشيات، ولا تستطيع حكومة السودان تحريك عنصر واحد ضد نشاطاتها وسط تساؤلات عن دور الحكومة في إيقاف هؤلاء المتنفذين ودورهم التخريبي في تشويه بغداد وشريانها الحيوي المتمثل بنهر دجلة. شوف الشط مال البعيثة دفن، كل الدفن مدينة كاملة بنص الشط، بيوت انبنت دفنوا وبنوا بيوت. ناشطون طالبوا الجهات المختصة بتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات عن مجرى النهر ورفع الأنقاض التي طمر بها ومحاسبة من يقف وراء هذا المخطط الذي يهدف إلى الاستحواذ على الأراضي وبيعها بالتواطؤ مع ميليشيات متنفذة في بغداد. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. تفاعلوا مدونين وناشطين على منصة إكس على وسم تجويع غزة جريمة أمريكية حتى ينددون بحرب التجويع الممنهجة اللي شنها الاحتلال الصهيوني على المدنيين بقطاع غزة، وأكدوا أن جريمة التجويع تتم بغطاء أمريكي عبر فيتو عطل لقرار دولي يصب بمصلحة وقف حرب الإبادة الجماعية إضافة لدعمها الميداني لقوات الاحتلال. نور غردت، مأساة المجاعة في غزة لا يستوعبها العقل والأسوأ منها صمت العالم عن هذه المجاعة.
أحلام. يتلذذ العدو الأمريكي قبل العدو الصهيوني في مشاهدة الأطفال والنساء والشيوخ في غزة يموتون جوعا أمام صمت عالميا مخزي. ومهندس محمد يقول رمضان شهر واحد وأطفال غزة لهم 4 أشهر يعيشون صيامهم ليلا ونهارا، بينما الفيتو الأمريكي يعيق أي وقف لحرب الإبادة عليهم لأنه هو من يقوم بإبادتهم قصفا أو جوعا. ومها الأمير يقول أطفال غزة يصرخون من شدة الجوع ولا حياة لمن تنادي. هاي التغريدة وغيرها كانت على هاشتاغ تجويع غزة جريمة أمريكية. مشاهدينا الكرام، هذا كل كان موجود ويانا برنامج صوتكم، فتلاحظون الحال بالعراق. نحن حزينون لما يحصل في غزة، لكن العرب في هذه اللحظة في هذا العام أو في هذه الفترة هم في أضعف حالاتهم، ولهذا السبب تمكن الأمريكان والصهاينة من إخواننا في فلسطين، وهم غزاة محتلون مغتصبون لأرضنا العربية ولأولى قبلتينا. أما ما يحصل في العراق اليوم فهو أيضا بمباركة أمريكية. فلاحظوا أي شيء بمباركة أمريكية إيش يسوي بالوطن العربي وببلاد المسلمين. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بإذن الله تعالى الجمعة. انتظروني، في أمان الله.